عسلامة عسلامة، شنو احوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعم الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعت لكم فيديو خلكم تراو شنو عندي رمات. وصلني كادو عيد ميلادي وأنا اكتشفوا ما عادش شكون وصلني. خلو مع بعضنا. أنا حسب التقليد نعرف شنو وصلني، معناها حسب التقليد، اما ما خليتوش وما شفتش، حبيت نكتشف معاكم. وصلني من امس، فما ريحه تهب، فما ريحه ان شاء الله ما تكونش حاجه هيك كذبت ولا حاجه. خليني نكتشف معاكم. اي محليه ويني قداش يعجبوني جاي جنوني كان مقلوبه برشا، قالوا لي ما دينيش. حصلوا الكادو هذايا البنات من عند عشق العطور. اني وصلني البوكس هذايا، بوكس العيد ميلادي، اما هما عاملين بوكسات هذوما العيد الحب. نعم، غير ما تقولي تو رانا ما نحتفلوش، كل واحد حر. فما شكون يحتفل بعيد الحب، فما شكون يشري كادو للي يحبه، تشي كادو راجلها، تشي كادو لامها، لحماتها، لاختها، كل واحد حر، كل واحد حر. هما البوكسات هذوما عملوهم العيد الحب، اما اني وصلني العيد ميلادي. منو عيد حب ومنو عيد ميلادي؟ انا اكتشفوا مع بعضنا شنو في البوكسات هذوما عاملينهم حسب الميزانيه. معناها انت تنجم تقولي لها اعمل لي بوكس ب20 دينار، اعمل لي بوكس ب30 دينار، اعمل لي بوكس ب40 ب60. انت معناها وشنو تحب، شنو هي البودجي نتاعك، والراجل ولا للمراه ولا لامك ولا فهمت، انت تعطاها شنو معناها لشكون باش تهدي، وهي تعمل لك البوكس حسب العمر وحسب معناها مراه راجل. المهم ديجا نكتشفوا البوكس شنو فيه، فما حاجه طالعه منه. خلينا نشوفها. احلى لونها يا ربي، احلى لونها، محلاه لون بلاش. هذه بارفان كما قلت لكم البنات، هما من عشق العطور، باش تلقى فيهم بارفانات، باش تلقى فيهم هكا حاجات معناها كادوات ليك حسب كما قلت لك الميزانيه نتاعك. كان تحب ميزانيه كبيره تلقى حاجات اكثر من هكا، ميزانيه اقل تحب حاجات اقل. انا والله لا نعرف شنو سومو هذايا الحقيقه. تنجموا تقولوا لها تسالوه على بوكس سيرين قداش. هذه خلينا نشوفوا من لونها، ظاهره بارفان تاع نسي اسمها اسكادا تيش اسكادا، اما ريحتها فاوحه. هذه الريحه اللي نشم فيها، في بالي تكبت تاني خاطر نشم فيها تعطرق. ما احلاها ريحتها. هذين اختي هذيك كان شمها باش تفكها لي. هذين تحب الحاجه هيك السكري، حاجه ما احلاها. فاوحه فاوحة هذه على الاخر. ضي عشق هذين اختي محليها. عرفتوا حاجه هيك سكري البنات تهبل محليها هيك، تحسها متاع ربيع توخر باش نخرج من موسم الشتاء، تحس هذه متاع ربيع، حاجه هيك عرفت كي تشمها حاجه فاوحه هيك، حاجه سكري خفيفه وفاوحه في نفس الوقت محليها. حتى لون بلاج يقتل، لون بلاج مزيان. شنو هي هذه؟ يا وحليها يا مريحة تقتل. مريحة تقتل. ديجا ما عنديش مريحة جملة. وحليها شوفوا محلاها مزينها سبيت تايم، مزيانة على الاخر، يعيشك يعيشك. فما ريحة مفهمتيش متاع شنو يا البنات، ريحة تهبل. محلاها والله، ما جاتش الفرصة اني ناخد مرا، وقداش مرة اني نستحقها، خاصة كي نخرج ولا حاجة نستحقها. محلاها
يا محليه اللي ببلاش. هدية ريزور. ايه يا بي احبط. وحليه هذه هذه قتلي يا ريك. مش تلقى هيك وحده تتحط في الكرهبه، هذه فيها ريحه نرم حتى في الدار ولا في مدخل دار كل ما عندكش كرهبه ولا حاجه. شوفوا محليها مع السيترون. محليها هذه معناها نجم نحطها في الدار، نجم في مدخل دار كي يدخل يشم ريحة فاوحة ولا في الكرهبة. فاوحة خاطر الدار ولا أزارو. هذه قتلي عليها. فاوحة هذه قتلي فيها كعبة هيك قتلي الراجلك. هذي قتلي كله يستعملها ويعطينا راي. فوحة بالحق فوحة هذي. فوحة هيك هاي يستعملها هو ونعطيكم راي. نجم هيك البنات تعمل بوكس الراجلك، نجم تعمل بوكس ليلك، يعني تحب تاع بنات تحب تاع اولاد. شنو هي تاع المهم فرجوه فرجوه هكا شويه تحط نجم تستعملوا للفم والا فرجو. وحليه وحليه والفازات هذوما تحسهم هكا فين وهكا كل شيء محليه. هذه الشوكولاتة شوكولاتة فايل وزيدة خلينا نحلها. وبعدها محليها محليها بتكلي محليهم الفاز تظوما وطيحبلو يقتلو. هذية روج عليفر متاع بارفان كاريت ضي متاع بارفان محليه. يولي هيك يولي روز محليه. شوفوا شوفوا محليه هذي تبع بارفان رون ويبدا يغمق حتى الامبلاج نتاعو كيما البارفان. شوفوا كيفاش غمق ليتو قد يغمق هيك يقتل. هذا محليها 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 يبدا بوكس انت ما هيك تبدا ما تعرفش شنو فيه. مسك الطهارة كمان هيك الشوكولاتة
تحب الفين ولا مش تشد روحي عليها عشان ما تطلعش مقاطعة. هذايا هذايا مسك الطهارة جا الخليفة المرة اللي فاتت عرفتي الأوريجينال لبسالي ولا عرفت فما حاجة مكبوبة ريحتها تقتل ريحتها تقتل. هذه قالت لي عليه قالت لي انه فما تستور هذا هو اللي نشم فيه من بكرينك وريحة كب اللي من بكر نتسائل يعني شنية الريحة كبت خاطر نشم فما ريحة ما هيش عادية ريحة تهبل مش تهبلتت. هذوما الحاجتين اللي في بالي بيهم في بالي متاع الرجال وفي بالي بهذه هذه البنات قالت لي ان راهو فما تستور وراهو كل بوكس كل بارفا انت باش تشريه باش تاخذ معاها تستور جربي مثل بارفا تحب عليها وبلاش هذايا بلاش باش تلقاوه مع اي بارفا واني عجبتني ريحته محلاها يا هي وهذه فوحين على الاخر هذه زدت تهبل 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 السكادة هذه اظن زوز فوحين يقتلوا نتاع الرجال بطبيعة الرجل يعطي فيها راي وهذه تريزور ديجا حكيت لكم عليها هذه تريزور معناها حكيت لكم عليها فوحة على الاخر شتي اظن زوز يقتلوا يهبلوا محليها الشمعة ومعليها ضيا زوز كولورو وهكا الامبلاج نتاعو يقتل تبع البارفان محليهم محليهم محليه الكادو والله عيش وخيتي يا ربي هذه تاع نحطها في الكرهبة تعطي نورمالمون تحلها شويه هكا نحي لك الاخطاء هي محليها محليها والفازات يهبلوا دينا دين تموت عليهم فازات هذوما عيشك على فوق الغالي يا ربي خليك يا ربي محليهم يهبلوا 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 كما قلت لكم البنات كانت تحبوا على بوكس كما هكا الميزانية بتاعك احلي هذايا خسارة والله خسارة تكبلي خسارة يمكن البارح اني هذوما خاطر حليتهم البنات والله ماني عارفة يمكن صغار لعبوا ليش فيه خاطر البارح مشيت لسوسة وكي روحت صغاري يما يما جيك كادو جيك كادو جيك كادو يمكن حملوهم الصغار لعبوش بيهم جاك اللي حطوا انهم البرفانات مزودين فوق وحتى ضاي محلو ضاي كان مقرد بطريقة اخرى قلت اني بالك شو ما جست حلوا ورجعوا يمكن الصغار وبالحق بعد كي جاوا الصغار وسألتهم عليه البوكس هذايا قالوا لي رانا حليناه البارح اني خاطر جاني البنات في كردونة حليته في بالي باش نصوره من بعد قلت خليني نخرج تو كيف نروح ولا غدوة نصوره كأولادي فاقوا بي في البيت اني من اللي روحت انس وسلمى يما شكون جابوه لك يما شكون خذاه لك ما فما كادو فما كادو اكتشفت من بعد انهم هما حلوه ومدوا ولعبوا بيه ولقاو التستور هذيك صغيره مدوها وحلوها ما نعرف شنو يخصبوها خاطر كنت متاكده مع عمرها ما صارت الحكايه هذه انها حاجه تتكب ولا حاجه مع عمرها ما صارت حصيلو عيشك يا عفيف يهبل البوكس محلاه والبنات كيما قلت لكم اللي يحب ياخو كيف ما هيك وراه كل بارفان باش تاخذوا عليها تلقاو عليها تستر كيما هيك تجرب تحب فما بارفان تحب تجربها جربها هذيك سكندال تهبل 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 عجبتني على الاخر باش ناخذ منها واحده كبيره ان شاء الله المره الجايه والبنات نكمل نطيب معاكم العشيه ونحضر خبز تهوى اليوم انس يوصي فيها ويعاود يوصي ويعاود على الروز يحب على الروز باش نعمل روز بالدجاج وليه مس عملت روز جربي ما عجبوش ما قال لي فطور عملت مقرونه جاريه عملت مقرونه جاريه وعملت سلطه كهو ما طيبتش تو باش نعمل روز
وعندي كريمه مش نعمل خبز تهوى، عندي كريمه من وقت اللي عيد ميلاد راجلي فضلت ان شاء الله يا ربي تقعد لبس عليه. البارح شفتها لبس عليه، كنت نعمل البارح غير بلو باش نعمل خبز تهوى، قلت قعدنا الفطور الصباح كهو سلسة لقيت غير بدا قاعدة لي راهو ما نعملش من حتى شيء. ديجا ما كنتش باش نطيب بالظل نمشي وما كنتش باش قلت ايت عندي سندويشات ولا حاجه. بعد ذكرت كلام ودي انس، يا ما رز يا ما رز بالدجاج يا ما رز بالدجاج. هي لبناتك اللي خذيتها، هي اللي خذيتها عجبتني عم دخل هي اللوحة حلاها. هاو البنات باش نحضر العشية معاكم. هو نورمال مو يهبط لكم فيديو الصباح، فيه روتين متاع الصباح، روتين خفيف يوضي فيديو متاع العشية. الحقيقة ما لقيتش وقت اني باش نعمل المونتاج او كهبط لكم فيديو اكهو. حصلوا الفيديوهات المدة هذية كلها معناه خفيف الحقيقة، مع انه الطقس مع الصغار وكل ما بالحق مانيش شوية هيك بخل وكل مش منجم هيك نعمل روتينات كبيرة، كلهم روتينات بساطة كم تراو فيهم، حتى الفيديوهات اللي مصورتهم روتينات ابسط من بساطة. نحس فمش حاجة هيك كبيرة المدة هذية باش هيك نعملها وكل حصلوا. باش نعمل معاكم باش نحضر لمنيت الروز، باش نعمل روز بالدجاج وباش نعمل كيما قلت لكم خبزه تهوى. روز بالدجاج ساهل ما فيه حتى شيء، ما فيه شيء، في حاجه صعيبه هي تقشير الجلبانه. شكون كيفي ما يحبش يقشرها الجلبانه؟ شكون كيفي؟ عندي سنين تو ما قشرتش الجلبانه الحقيقه، كل ما نشريها نعطي لشكون يقشرها لي. من ما نحبش تقشيرها الجلبانه جمله، يمكن الفوق الابرك اما الجلبانه مش عارفة اني كيفاش. يمكن كي نتونس بحاجة نحط حاجة بحذية وكل قبل، صدقوني اول ما عرست البنات جلبانة رجلي ياخذ لي مثال باش نعمل عولتي وكل شيء يقعد ساعات لين يعدم. مثال كان جت بحذية ما هكا تعمل ما جاتش ما يقعد 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 كل يوم وكل اليوم ساعات تعدم، ساعات نبدا هيك نفصص فيها تقع عادمة والله نكرهها تفصيصها. اش خلاني البارح حطيت لسلمة يعني وكل نهار نعمل شوية، كان طيبت مرقة نبدا نفصص شوية كيف نشريها، نبدا كي نشريها نبدا نخم في تفصيصها كيفاش. لازم تجي بحذايا حد باش نعطي يركح حالي، ما نحبش نعمل كل شيء كان كل الحاجات تحسهم تاع صبر ولا ما نعرفش كيفاش. حاسي لو الحمد لله يا ربي عملت الكمية اللي أنا نحب عليها وقليت الصوص. أنا نحب الروز هكا بالجلبانة، نحبه على الأخر أكثر من الحمص. وهني عندي لبنات كريمة، كي لاحظتوا المرة اللي فاتت كي عملتها كثرت ياسر بالزبدة، ما عملتهاش كل كريمة صافي، خاطر كي تبدا كريمة الكريم موسلين غالبة فيها الكريمة كيما قلت لكم تقراص ما تقعدش. اصلا اني استغربت كيفاش هذه قاعدة لابسة عليها، كل يوم نمشي نتفقدها. يمكن خاطر طقس بارد مع الفريجيدير كبارد شوية وكل، اما هي الاكثرية خاطر فيها برشا زبدة، فيها حاطة فيها برشا زبدة كان وقتها حكيت لكم عليها وكل شيء. حصيل وقاعدة الحمد لله قاعدة لابس. قلت خليني نمشي نعمل خبزة تهوى، ما عنديش برشا لما حالة شوية اما يشد نورمال مورا اللي مديتها قبل بمدة هيك باش تبدا هيك معناها طرية معايا، ما كحسيتها يابسة ما مش مشكل. حطيت طبقة متاع بسكوي وفي القهوة وطبقة كريمة، الكريمة اللي ما شافش الطريقة عملت كريم مسلين، طيبت الكريمة وزدت لها زبدة وزدت لها بفريوة مرحية كحويجة بنينة يحبوها على الاخر عائلتي يموتوا عليها. خبزة الهواء بالطريقة هذه تحسها اصلا ما هيش خبزة هواء، تحسها
معناها جد هكا بالحق بنينة على الاخر. قبل جربت خبز تهوى البنات بالفانتا، مش عارفة وين مخي كي نجرب فيها، مش عارفة والله. جربت اني وبنت عمتي الكريمة، تصوروا انتوما كريمة فاني طيبناها في الفانتا، ما نعرفش عند شكون سمعناها ولا شكون قالنا انه اصل كريمة الهواء تجي الله بالفانتا. أعلم شكون لعب على مخنا وقالنا اعملوها بالفانتا. المحلة برشا يعرفوها، هي تعمل فانتا جازوز، فانتا تصور انتم جازوز وتحط عليه كريمة فاني وتعملها، حاشا نعمة ربي بصراحة. يكون خاطر قبل كنا ناكل كل شيء ما يقلقنيش، اما لا علاقة اصلا. ومرة سمعنا انه يعملوا الكريمة الخبز الهواء بكريمة الزبدة. كريمة الزبدة كيما اللي عملتها معاك المرة اللي فاتت، اما احنا في عوضنا عملوها بالسكر المحور، عملناها بالسكر متاع الحرش. مشيت عملت كريمة الزبدة، خديت الزبدة وخديت السكر هذاك الحرش، وحاولت اني نعمل بيه كريمة زبدة. حاطين نخلط 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 نخلط، من بعدك الزبدة والسكر ما نعرفش ولا لي حجرة، كيف الحجرة في وسط كي دخلت الكونجيلاتور كريم الخبز الهواء معك كريمة الزبدة اللي بالسكر الحرش. يمكن اني كثرت السكر الحرش، حصيده حجرة تتكسر حجرة. كل ما نعمل خبز الهواء نذكرها من الحاجات هذوما. اقول قبل خاطر ما عنيش وين هيك نرجع وهيك نتفرج، ولا فما انترنت ولا حاجة، حتى كان فما انترنت ما نشوفوش فيها وصفات، حدنا وفتافيت. حسرة والله يا حسرة، برشا حاجات الواحد كي هيك كيف يكبر يولي متعلمها ويقول اني مخي وين كان السنين التالي باش نعمل حاجة هيك وهيك. زاد الكيك، الحقيقة اكثر حاجة عذبتني هي الكيك. كل ما نطيبها تجيني معناها ملكدة، واني ماشي في بالي كل ما تزيد الفارينة كل ما تجيك هشوشة اكثر، ما نعرفش عليه. قلت بالك يزيد لها برشا سوائل تقولي ملكدة، وهو العكس، كل ما نزيد الفارينة تزيد تتلكد اكثر، تقولي تطلع لي حجرة اكثر. زاد هذيك تعبتني على الاخر الكيك باش فهمتها وتعلمتها. يا حسرة قبل ديما كيك ندخل كوجينا نبدا نطيب، ما غير حتى ما نعرف الروسيت، معناها ندخل مش اكل نسال على الروسيت، حتى كي نسال جيني فاشله. كما قلت لكم سالت على كريمه الزبده قالوا لي زبده وسكر، ماشي في بالي سكر هذاك الاحرش. حصيل هو ذكريات والله، احنا تحسنا عشنا في زوز، معناها في عالم مختلف، يعني في زوز عرفتوا عالم متطور وعالم كان هيك بسيط قبل عنا انترنت لا نتفرج ولا فيديوهات لا نتعلم ولا حتى شيء. مش كيما توا اي بنية صغيرة تتعلم تشوف فيديوهات تعمل لك الحاجة تجي جهة باهية، مش كيما احنا قبل بلبص شوفوا تجيك ناجحة. شوف لا كهو البنات لهني كملت سعيد، طيبت العشي وحضرت لهم خاطر قاعدين نقراو اني وسالم، قلت هو كان عملوا حاجة نشجعوا بها. حضرت لهم كيسين عصير وعملت الخبز لوا، مازالت ما شدتش روحها اما مش مشكل، المهم حاجه هيك حلوه يلقاو باش ياكلوا. سلمى زاد روحت مشيتش العشيه، روحت مشيت شويه صبحيه وروحت. هكا هو كنكون وصلت بكم لاخر الفيديو على خير وبسلامه.